السلام عليكم ورحمة الله. أود أن أعيد معكم تجربة الإضاءة في هذا المشهد، وهو مشهد يحتوي على نوعين من الإضاءة. النوع الأول هو الفيريسان، والنوع الثاني هو الاش دي ار اي الذي سنراه بحول الله في هذا الفيديو. أولا أدخل إلى الملف، هذا الملف القديم الذي يحتوي على إضاءة جاهزة وكاميرا، إعدادات كاميرا جاهزة. أود أن أعيد معكم إعدادات الكاميرا والإضاءة، يعني لو أضغط على حرف سي أرى صورة الرندر النهائي. هذا طبعا أشجار بصيغة البروكسي. أول شيء نبدأ بالكاميرا، كيفية تثبيت الكاميرا. أنا لدي كاميرا التي وضعتها سابقا. لإظهار الكاميرات فقط نذهب إلى ديسبلاي، نضغط هايد باي كاتيجوري يعني إخفاء عن طريق النمط أو النوع الأوبجكت الذي لدينا. أضغط على كاميرا، ستختفي الكاميرا. اختفت الكاميرا. عندما أضغط انفرت يختفي كل شيء إلا الكاميرا. هاي الكاميرا تاعي. كيفية وضع الكاميرا، أنا طبعا سأضع كاميرا جديدة لأريكم فقط كيفية وضع الكاميرا، ولكني سأعود إلى الكاميرا القديمة. كيفية وضع الكاميرا من هنا، كرييت كاميرا. بما أني منصب الفيراي أختار الفيراي هنا، وأختار خاصية الفيزيكال كاميرا. فيزيكال كاميرا طبعا يطول الحديث عنها، وهي عبارة عن كاميرا رقمية مثل الكاميرات المتوفرة في الأسواق. هاي الكاميرا تاعي. هذه الكاميرا القديمة وهذه الكاميرا الجديدة. أود أن أضع الكاميرا الجديدة في نفس إحداثيات الكاميرا القديمة من خلال هذا المقبس أليني. أنا ضاغط على الكاميرا القديمة، أضغط على أليني، ثم أضغط على الكاميرا الجديدة. تظهر لي هذه النافذة، يعني لو أفعل كل المعالم الإكس والإيجريك والزد ستأتي الكاميرا الجديدة في نفس وضعية الكاميرا القديمة تماما. لو أطفئ أحد المعالم لن تكون يعني في نفس الوضعية. أوكي، أحكم التارجت الثاني. التارجت أيضا أضعه في نفس وضعية تارجت الكاميرا القادمة. هنا لدينا كاميرتين في نفس الوضعية. أحذف الكاميرا الجديدة وأذهب إلى الكاميرا القادمة. الكاميرا القادمة يعني لست هنا بصدد شرح إعداداتها، وإنما سأشرح لكم ماذا غيرت فقط. هذه هي وضعية الكاميرا. الخطوة الثانية أضع النوع الأول من الإضاءة وهو الـ HDRI. ما هو الـ HDRI؟ يعني c'est une abréviation تاع الـ H هو الـ High، D Dynamic، R Range، والـ
اي ايماج، يعني صورة بدقة عالية وكبيرة، تصور عن طريق كاميرات خاصة بهذا الشكل في كل زوايا المشهد 360 درجة. هذه الصورة عندما تسجل بامتداد HDR تصبح مصدر إضاءة، يعني مثلا هنا لدي الشمس هنا في هذه الوضعية، تصبح الإضاءة عندما أدخلها إلى الماكس تصبح الإضاءة يعني كلها بالنسبة لهذه الصورة، يعني من خلال الظلال وزاوية الإضاءة وما إلى ذلك، وهي ملفات يعني معروفة وتحمل من طرف بعض المواقع مثل HDR Sky. يعني هذا الملف حملته من موقع HDR Sky وسأضعه لكم يعني في الرابط لتحميله. كيفية وضع HDR، نذهب هنا دائما لكرييت لايت فيري لايت دوم HDR، توضع دائما في الدوم، ضعها في أي مكان لا يهم مكانها، لأن هذا النوع من الإضاءة متعلق بالملف الذي ستضعه هنا، لذلك مكانه لا يهم، لا تصلح لا مع البلان ولا مع السفر ولا مع الماش ولا مع الديسك، يعني تصلح إلا مع الدوم. هنا سأضع ملفي، يعني هذا الملف سأضعه هنا في تكستور، أضغط عليه، أذهب إلى فيري اش دي راي، فيري اش دي راي، هناك ملف رائع يعني حملته من سي جي بيرز، أحد المختصين في صنع ملفات الاش دي ري، وهو بيتر جوتري، يعني عنده كوليكسيون تاع حوالي 4 جيجا أو 4 جيجا من ملفات الاش دي ري، حملتها يعني وحاولت نجرب الإضاءة بها. على ما أتذكر يعني ملف الاش دي ري هنا في رقم 3. طبعا هذه الصورة فقط لتوضيح الصورة، لكن الملف الذي ستضعه، ستضع هذا الملف المكتوب عليه هنا HDR، عندما أضعه يصبح موجود هنا لكي أتحكم في خصائصه، في زاويته، في شدة إضاءته وما إلى ذلك. يجب أن أضعه في خامة في نافذة الماتيريال إيديتور، يعني أضغط على هذا الملف وأحمله وأضعه هنا، أضعه هنا لكي أتحكم في بعض خصائصه. عندما أنسخه هنا تظهر هذه النافذة، ما معناها؟ يعني كوبي أو انستانس. كوبي لو تغير شيء هنا لن يتغير هنا، لكن انستانس أي شيء تغيره هنا سيتغير تلقائيا هنا. الإضاءة هي هذه وليس هذه، هذه هي مجرد نافذة للتحكم في خصائص الإضاءة، يعني لا تستطيع أن تتحكم في خصائص هذا الملف من هنا، تتحكم فيه من هنا. انستانس يعني انستانس أي شيء أغيره هنا سيتغير تلقائيا هنا. الإضاءة هنا شديدة وسأستعملها كما هي. كل هذه الخصائص هي من جاما وزاوية دوران وشدة إضاءة وما إلى ذلك، كلها موجودة هنا. الشيء الثاني الذي سأقوم بتفعيله هو وضع هذه الخامة هنا،
في environnement، ما معناه يعني في السماء، يعني هذه الإضاءة مكونة من شقين، إضاءة بحد ذاتها والصورة الموضوعة في السماء، هي ما هي في الانفيرونمون، من ريندرينج انفيرونمون. لإظهار ملف، يعني في الفيو بورت، ملف السماء، اضغط هنا باليمين فيو بورت باك جراوند انفيرونمون باك جراوند، لكي انزعه فيو بورت باك جراوند جراديانت كولور، يعني لكي لا أشتت النظر، يعني لون أبيض يعني شديد يتعب البصر كما يقال. هذا الملف أتحكم من هنا يعني في درجة الدوران، ومن هنا في شدة الإضاءة. أول شيء يجب أن نقوم بتجربة أولية، أعيد إظهار الكاميرا فقط. الكاميرا عندما تضعها أول أمر لا تكون بهذه الإعدادات التي عدلتها، الكاميرا ستاندر كاميرا، يعني الأف نمبر يكون 8 طبعا، الفينيتينغ 1، هذه تكون دي 65، هذه تكون 200، سنشرحها يعني بالوحدة، نشرحها بالواحدة. هاي الكاميرا ستاندر، يعني اي رندر او اي اظهار يجب ان يكون داخل نافذة الكاميرا، وليس يعني من خلال الزاوية هكذا او هكذا او هكذا، لان الكاميرا اعداداتها متعلقة بالضغط على الكاميرا. الضغط على الكاميرا يكون من خلال حرف سي. ساظهر كل شيء. هنا أيضا لن أتحدث عن إعدادات الرندر لأنه ليس موضوعي، سأنقص من إعدادات الرندر لكي يكون الرندر سريع. أضغط على مقبس الرندر. لحد الآن لم أفعل أي شيء، لم أغير أي شيء، كل ما فعلته هو وضع الكاميرا ووضع ملف الاش دياري، يعني الاختلاف بين أي مصمم ومصمم آخر ليس هنا، وإنما في القادم في الإعدادات التي سأغيرها، وهي إعدادات تتراوح بين 3 أو 4، يعني إعدادات يعني هي ليست كثيرة، ولكن تتعلق بنظرة المصمم وتجربته المتكررة للرندر.
هذا هو الرندر الأولي بدون أي تعديل، يعني وضعت فقط ملف الاتش دي و الكاميرا كما هي، يعني ستاندر كاميرا، لتغيير زاوية الاتش دي ار من هنا ماتيريال اديتور، اما تضغط على حرف ام او من هنا مثلا اوريزونتال روتيشن، هذا بار اكزومبل 90 يعني زاوية الاتش دي ار ستدور ب 90 درجة، واعمل رندر سترون ان الاضاءة تغيرت، ان زاوية الملف تغيرت. تغير زاوية الاش ديالي، اصبح الشمس مقابلة للمنزل، هذا يعني حسب اختياركم، يعني ليس بعلم دقيق كما يقال. انا اتركها صفر، الزاوية اتركها صفر كما هي، من هذه الخانة تزيد شدة الإضاءة، هي ستاندر تكون واحد، تكون لو نضعها 5 مثلا سترون أن الإضاءة زادت. نعم إذا زادت لأنني غيرت في الرقم الذي رأيتموه من قبل وهو هذا، سنتركه واحد طبعا لأنه واحد ممتاز. ميزة هذا الملف يعني أنه معدل جيدا، وقيمة واحد هي قيمة جيدة، يعني تعطيك إضاءة واقعية.
ونلاحظ هنا وجود شمس، وهنا الشمس غير موجودة، هنا وجود شمس وهنا الشمس غير موجودة. كل ما فعلته أني أضفت نوع ثاني من الإضاءة هو الفيريسان، يعني زاوية الشمس تقريبا. هي هناك طريقة يعني ميثود فيكساسيون فيريسان افيك اش دي اري، ولكنها نوعا ما معقدة، ولذلك سأقوم أنا يعني بوضع الفيريسان بطريقة تقريبية فقط، وليس بالطريقة نوعا ما معقدة يعني. والنتيجة هي واحدة، النتيجة هي يعني نتيجة واحدة، لذلك سأضع نوع الثاني من الإضاءة وهو الفيريسان. الفيريسان يعني الشمس عادية، هاو الفيريسان. هناك كما رأيت هنا زاوية الشمس من هنا، إذا أضغط على توب لكي يظهر لي لوند ماس، ثم أضع الشمس في هذه الزاوية، أضغط هنا وأتارجت في يعني في منتصف المنزل. عندما تظهر لك هذه الخانة أنت أعمل ناو، لأنه هنا يقول لك هل تريد أن أظهر يعني خامة سماء هذه الشمس؟ أنت تقول له لا، لأنك وضعت خامة السماء الأجديري. ناو، ثم اضغط على فرونت لكي يظهر لك المسقط الأفقي، وحاول رفع الشمس قليلا فقط، ثم اضغط على السي لأدخل إلى إعدادات الكاميرا وأعمل كرندر. كما قلت لكم هناك طريقة يعني لوضع الشمس بكيفية دقيقة جدا مع زاوية الشمس الـ HDRI، ولكني لا أستعملها لأني أرى أنه نوعا ما معقدة، وثاني شيء أنها تعطي نفس النتيجة. يعني أنا رأيت صورة الشمس يعني من هذه الجهة فقط، يعني هذا كل ما يكفيني. سأضع الشمس في هذه الجهة يعني في ناحية الغروب فقط، سنلاحظ أنه يظهر سطوع للشمس في بعض أسطح المنزل العمودية. لم تظهر هنا، يجب أن أرفع قليلا في زاوية الشمس، لأنها ربما اصطدمت بأن أوبستاكل يعني بعارض جعلها لا تمر. يعني حسب ما أتذكر هناك عمارة هنا، يعني هناك عمارة هنا جعل الشمس لا تصل، لذلك سأرفع فيها قلم مثلا. مثلا وأضغط على رندر، وتلاحظون أن الشمس بدأت تظهر تدريجيا يعني
من قبل كان كل شيء يعني مظلم، والآن بدأت تظهر الشمس. بإمكاننا نزيد في شدة الشمس. ادخل إلى بارامتراج الشمس من هنا. هذه الخانة انتنسيتي ملتيبلير واحد، أضعها مثلا 2، ستزداد شدة الشمس، شدة سطوع الشمس. نكتفي بهذا القدر يعني من شدة الشمس. كانت واحد جعلناها 2، تربيجيتي هذه يعني تصفي كمية الغبار في الشمس. كل ما زادت مثلا نجعلها 6، سيظهر الرندر باهت ومحمر نتيجة زيادة كمية الغبار في الجو. كل ما وضعناها أقل، كل ما كان الجو صافي. أقل قيمة من هذه الخانة هي 2، أعلى قيمة لا أدري، ربما 20 أو ما شابه. هي القيمة ستاندر هي 2.5. شوف يعني حتى شدة إضاءة الشمس يعني ذهبت. سأضعها 2، لكي تكون شدة الإضاءة واضحة، لا يوجد أي غبار أو ما شابه. نعم،
اكتفي بهذا القدر في اعدادات الفيريسان. اذهب الى الكاميرا. الكاميرا هناك 3 أو 4 أشياء عادة ما أغيرها، لكن هنا ربما سأغير شيئين فقط. أفلام بر، هذا ما معناته الأفلام بر، هو حجم فتحة العين متعلق بحجم فتحة عين الكاميرا أو العين البشرية وما شابه. عندما أذهب إلى ملف شرح الفيراي كاميرا ستفهمون ما أقصد. الفيراي كاميرا، الأف نمبر يعني هاي فتحة العين. الأف نمبر هذا يقاس بطول البعد البؤري، أي البعد بين عين الكاميرا والشبكية تقسيم نصف قطر عين الكاميرا. يعني ببساطة وبدون تعقيد، كل ما زاد هذا العدد كل ما نقص حجم العين، كلما نقص هذا العدد كلما زاد حجم الفتحة. يعني هذا العدد يعمل بطريقة عكسية، كلما زاد نقصت الإضاءة، كلما نقص زادت الإضاءة، لأنه عند التقاط الصورة كمية الضوء المحددة تعتمد على حجم فتحة الكاميرا. حجم فتحة الكاميرا هذا يعني كل ما كان كبير كل ما كانت الإضاءة كبيرة، كل ما كان صغير كل ما كانت الإضاءة صغيرة. هذا الرقم ستاندر يكون 8. كل ما أضعه أقل كل ما تزيد الإضاءة، كل ما أضعه أكبر كل ما تنقص الإضاءة. وهو كتعريف هو البعد بين الشبكية، عفوا تقسيم طول البعد بين الشبكية وفتحة الكاميرا على نصف قطر الفتحة. يعني هذا هو التعريف، ولقد رأيتم ربما هذا في شروح سابقة لي. هو التعريف حجم فتحة العدسة. أنا على ما أظن أرى أنه لا حاجة لي بزيادة الضوء داخل الكاميرا حاليا، يعني من خلال الأف نمبر أتركه 8. نحاول مع هذه الخانة وايت بالانس، هذا معامل تصفية اللون الأبيض. هذا حكاية، يعني وحده حكاية. عدة أنواع عندك: دي 75، دي 65، دي 55، دي 50. هذه الأرقام والأنواع يعني هي فلترات أو دي فلتر تجعل الصورة تاعك تميل إلى الإحمرار أو إلى اللون الأزرق أو ما شابه، أو إلى اللون الأصفر أو إلى اللون البني أو إلى اللون الأحمر. يعني فلتراج غالبا ما يعني غالبا ما أستعمل مثلا نوترال. نوترال يعني يظهر لك الصورة كما هي في الواقع بدون أي فلتر. كيستوم هنا تغير اللون كيفما شئت. مثلا لو نضع اللون أحمر يعني سيصفى سينزع اللون الأحمر من الصورة ستظهر زرقاء. لو نضع اللون الأزرق سينزع اللون الأزرق قدر الإمكان وستظهر حمراء الصورة. سنجرب ذلك. دايلايت يميل إلى الإزرقاق. تمبيراتور لون درجة الحرارة. طبعا الحرارة عندها اللون، الحرارة عندها لون، واللون هذا يقاس بالكلفن ونتحكم فيه من هنا. يعني كل ما كان قليل كلما مالت إلى اللون الأحمر، كل ما كان كبير كلما مالت إلى اللون الأزرق. الحرارة كلما كانت زرقاء كلما كانت شديدة، كلما كانت حمراء كلما كانت قليلة لعلمكم. يعني بالملخص المفيد، لو تضعها نيترال حيادية الصورة ستظهر كما هي في الحقيقة.
كل ما بقي هي عبارة عن ألوان، ألوان تتحكم فيها كل واحدة من هذه الخصائص، تتحكم فيها في اللون بطريقة معينة. مثلا لو نضعها تمبيراتور، هنا ترون أن اللون برتقالي، سنقوم براندم. شوفوا يعني كيف ظهر رندر بلون أزرق، رغم أني وضعت هنا لون أحمر أو لون برتقالي. ما معناتها؟ يعني اللون البرتقالي انتزع من الصورة، لو أضعها باللون الأزرق، هاي باللون الأزرق، ستجدون الصورة تميل إلى اللون البرتقالي. يعني هذا هو معامل تصفية اللون، وأنت كما شئت. يعني هذه تولي كيفية رؤيتك للرندر وحسب ذوقك الخاص، يعني ما ليست علم دقيق، نحن هنا نشرح المقابس فقط. عندما وضع اللون الأزرق ولون درجة الحرارة، أصبحت الصورة تميل إلى الاحمرار. بعد عدة تجارب وضعتها ربما 6000 أو 6500 أو ما 6000 ربما. يعني ما دام الشمس والاش دي ار موضوعة في وضعية الغروب، اوتوماتيكيا الصورة تكون تميل الى اللون الاحمر او البرتقالي. انا هنا وضعت لون اقرب اللون البرتقالي من اللون الازرق، يعني اردت من خلال هذا اللون نزع قليل من الاحمرار في الصورة. حاولوا أن تفهموني بهذه الطريقة. يعني القيمة الصفر هنا هي 6500، يعني لا أحمر ولا أزرق. القيمة 6000
تميل إلى اللون البرتقالي أكثر منها إلى اللون الأزرق، لذلك أردت أن أعمل إيكيليبر. كانت الصورة محمرة قليلا فنزعت قليلا من الإحمرار فيها، هذا كل ما في الأمر. ستشاهدون ذلك من خلال هذه الرندر البسيط. مثلا لو أضعها تمالف وأعمل رندر لجزء من الكاميرا، لجزء من الرندر عفوا، الجهاز ضعيف يا جماعة، إمكانيات متواضعة ولكن العزيمة كبيرة بحول الله. شوفوا هنا عندما مال إلى الإزرقاق أصبحت الصورة أكثر إحمرارا، أي أن اللون الأزرق انتزع من الصورة. ما دام الصورة في حد ذاتها غروب ولون يميل إلى اللون البرتقالي، أضعها برتقالية لكي تكون الصورة أكثر زرقاقا. اللون أصبح أكثر إزرقاقا، لعل ما أظن استقريت على الرقم 6000 بعد عدة محاولات. هو شبه حيادي هذا اللون، يعني اللون الحيادي هو 6500، اللون 6000 يجعل الصورة تميل قليلا إلى اللون الأزرق، هذا كل ما فعلته. يعني تاني حاجة غيرتها، ما غيرتش أنا في الأفنمبر، ما غيرتش في الفينيتينغ، هذه لن أتكلم عنها ولن أتكلم عليها. الشيء الثاني الذي سأغيره هو السبيد شوتر. ما معنى السبيد شوتر؟ الشوتر هو المصراع أو المقفل، مقفل الكاميرا. عندما نذهب إلى الرسم التقريبي للكاميرا، هو الرسم التقريبي للكاميرا، هو الشوتر. الشوتر هذا عندما تلتقط الصورة في لحظة معينة يغلق، عندما تدخل طيف الصورة إلى الشبكية الزرقاء يغلق، هذا يقوم بالإغلاق، يعني يضرب بهذه الكيفية ويغلق فتلتقط الصورة. سرعة إغلاقه عفوا تتحكم في كمية الضوء الداخلة، يعني كل ما كانت سرعته بطيئة كلما كانت الإضاءة الداخلة أكبر، كلما كانت سرعته كبيرة كلما كانت الإضاءة الداخلة أقل. أظن أن الجملة واضحة، يعني ما معناه؟ يعني عندما أضعه هو ستاندر يكون 200، عندما أضعه 100 ما معناتها 100؟
يعني أبطأ. إذا كان أبطأ فستكون الإضاءة أكبر. لاحظوا أن الإضاءة زادت نوعا ما، أو ربما الرندر لم ي بس لاحظوا أن الإضاءة زادت نوعا ما بعد يعني إجراء الرندر. نعم الإضاءة زادت لأن سرعة إغلاق المصراع أو المقفل كانت بطيئة، كلما كانت سرعته أقل كلما كانت كمية الإضاءة الداخلة أكبر. ما زالت الصورة مايلة للإحمرار قليلا يعني، فسأنقص من الإحمرار بزيادة 100 وحدة فتصبح 6100 وليس 6000. هذه حكاية الإشتراك بإمكاني أن أنزعها من هنا. يعني الرندر بدأ يظهر، يعني بدأت تظهر النتيجة النهائية للرندر. يعني نعم أكتفي بهذا القدر في إعدادات الكاميرا. أذهب إلى شيء آخر وهو آخر شيء من رندر سيت أب. أذهب إلى الكولور مايبينج. كولور مايبينج هذه تتحكم في درجة تشبع الصورة يعني باللون، تكون باهتة أو تكون مشبعة باللون، وفيها عدة أنواع، يعني فيها 7 أنواع. أتركها رينهارد وسنغير وسنرى يعني نتيجة تغيير هذين المقبسين. كل ما زدت في هذا الرقم كل ما زدت في هذا الرقم فترون أن الصورة تصبح مشبعة أكثر بالألوان، يعني الساتوراسيون تزيد. كلما أنقص منه كلما العكس.
يعني الفرق واضح، زادت الإضاءة وزادت تشبع الصورة بالألوان. يعني هي تقريبا يعني التعريف تاعها هذه تزيد نوعا ما في الإضاءة. أضعها 1.4 برن فاليو. هذه تتحكم أيضا في درجة بهتان اللون، لون الصورة. بار اكزومبل لو أضعها 0.6 سترون أن الصورة تكون باهتة. ترون أن الصورة تصبح باهتة. نعم، الصورة أصبحت باهتة. بمختصر المفيد يعني حسب ما حسب فهمي لهذه الخاصية، هذا الرقم برن فاليو يتحكم في بهتان أو تشبع الصورة بالألوان، وهذا الرقم يضرب في هذا الرقم. يعني لو وضعنا 1، هذه القيمة 1، تصبح هذه القيمة 0.6 فقط. لو وضعناها 2 تصبح هذه القيمة 1.2، لو وضعناها 3 تصبح هذه القيمة 1.8، وهكذا. يعني هذه ملتيبلي مضاعفة هذا الرقم. إذن هذا الرقم سأضعه 1.4، وهذا الرقم سأضعه مثلا 1.2. بعد عدة تجارب استقريت على هذه القيم. ماذا غيرت؟ غيرت في الكاميرا شيئين أو خاصيتين، وهي الوايت بالانس وشوتر سبيد. في الكاميرا في الفيريسان غيرت من شدة الإضاءة، ضاعفتها، وغيرت من التربيديتي يعني معامل تصفية الجو، الذي كلما زاد كلما أصبح الجو مغبر، وكلما نقص كلما أصبح الجو صافي. ثم ذهبت إلى الفيري كولور مايبينغ، غيرت في هاتين القيمتين. هذه القيمة أعيدها وأكررها، عندما تكون قليلة الصورة ستظهر باهتة، عندما تكون كبيرة الصورة تزيد ساتوراسيون، وهذا الرقم يضاعف هذا العدد. مثلا عندما وضعته هنا 1.2، 1.2
هو ليس 1.2 فقط، وإنما 1.2 مضروب في 1.4، يعني هذه القيمة تزيد من هذه القيمة. هذا كل ما في الأمر. فبالنسبة للبوست بروجيكسيون أو تعديلات الفوتوشوب، تحتاجون إلى 1 2 3 4 5 6 7 8، تحتاجون إلى 8 طبقات: الألفا، إكسترا تكس، جلوبال إليميناسيون، لايتينج، ريفليكسيون، ريفراكسيون، رندر إي دي سبيكيولار. الألفا يظهر لك السماء وحدها بلون أسود وكل شيء ما عدا السماء بلون أبيض. الإكسترا تكس يظهر لك الظلال في الزوايا. الجلوبال إليميناسيون يعني يزيد لك في إضاءة في المناطق المظللة بطريقة غير مباشرة. وهذه أشياء سأشرحها يعني في قادم الدروس إن شاء الله. اللايتينج يظهر لك تشبع اللون، تشبع الصورة، يزيد لك في تشبع الصورة مثل كولور مايبينج. لاير ريفليكسيون، لاير ريفراكسيون، لاير ريندر إيدي، هذه انعكاس، انكسار. رندر ايدي يعطيك كل عنصر من عناصر الصورة بلون محدد تحتاجها. هذه سبيكولار هو اللمعان، يعني حاجة سبيكولار يظهر لك اللمعان في النتوءات او الاجزاء او التضاريس، يعني اللمعان في التضاريس او في النتوءات. هذه هي اعدادات رندر هذه الصورة. الصورة هذه النهائية يعني معدلة بالفوتوشوب طبعا، عندما تعمل رندر قبل الفوتوشوب، عندما تعمل رندر ستجدها هنا، تلك الطبقات ستجدها هنا. عندما تسجلها سجلها بصيغة تيف، لأن هذا الامتداد يحفظ لك كمية من الألوان أكبر من أي امتداد آخر حسب علمي، ويظهر لك الصورة أكثر حقيقية، يعني أحسن من الجي باج وأحسن من أي امتداد آخر. الاختلاف بين هذه الصورة وهذه الصورة في درجة الإضاءة راجع إلى زاوية الفيريسان، راجع إلى زاوية الشمس. يعني زاوية الشمس كنت قادر أنزلها يعني قليلا كي تظهر بهذه الكيفية. عندما أذهب إلى الفوتوشوب أضع كل هذه الطبقات فوق بعض. هاول الرندر النهائي. وهذه كل طبقات الموضوعة. أول شيء لزيادة جودة الصورة، أعمل ديبليكيت لهذا اللاير الار جي بي أو الطبقة الأساسية، أعملها فلترينج هاي باس 1.5 القيمة. هذه احفظوها يعني لا مجال للشرح فيها. اوفرلاي، ستلاحظون أن جودة الصورة زادت. واضحة يعني. اكسترا تكس هاو الاكسترا تكس، الدلال في الزوايا. عندما تضع ملتي بلاي اللون الابيض ينزعه واللون الاسود يحافظ عليه. وضعت انا هنا 50، الجلوبال اليمناسيون هاو رندر الجلوبال اليمناسيون. هذا اللاير يزيد لك الإضاءة في المناطق المظللة، المناطق التي فيها ظل. عادة ما نضعه سكرين. وضعتها 10. لايتينج
هذا اللاير يزيد لك من تشبع الصورة بالألوان، تصبح أكثر تشبعا بالألوان. تضع سوفت لايت، هنا وضعتها 35%. هذه الأرقام يعني تعود لكثرة التجارب فقط، يعني كل حسب نظرته للرندر. يعني لو تنقص فيها هذه الساعة تصبح الصورة أكثر بهتة، عندما تزيد فيها تصبح الصورة أكثر تشبعا بالألوان. ريفراكسيون، ريفراكسيون هذه تزيد لك من ظهور الأجسام الموجودة ما وراء الأشياء الشفافة مثل النوافذ. عندما أضعها سكرين ستلاحظون أن كل ما وراء أي شيء شفاف سيظهر أكثر وضوح. عندما أطفئه سيظهر بطريقة أقل. هذه الطبقات تختصر لك الوقت. ريفليكسيون تزيد لك من الانعكاس، لم أستعملها في الرندر، يعني شوفوا تزيد لك من الانعكاس على الخامات، كلما أنقصت فيها كلما نقصت. رندر ايدي هذه لم نحتاجها. مثلا لو استعمل رندر ايدي هنا واضغط على هذا المقبس، اضغط على هذا اللون واطفئ رندر ايدي. مثلا أنا لم استعملها ولكن لاوضح لكم فقط طريقة عمل رندر ايدي. المنطقة المحيزة سأتحكم في درجة إضاءتها، سأتحكم في لونها مثلا. هذا ليس موضوعنا، انزعه. سبيكيلر هو يظهر لك اللمعان، واللمعان هو ظاهرة تنتمي إلى ظاهرة الانعكاس. الانعكاس يعني اللمعان هو جزء من ظاهرة الانعكاس. الانعكاس كظاهرة عامة، اللمعان جزء منها. عندما أضعه يزيد اللمعان في نتوءات. هو قريب يعني للريفليكسيون. بقي شيء أخير وهو معامل تصفية الصورة بلون معين، بكولور بالانس. كولور بالانس تظهر لك الصورة بلون. مثلا لو أردت أن يطغى اللون الأزرق على الصورة تزيد في هذا المقبس. لو أردت أن يطغى اللون الأحمر على الصورة تزيد في هذا المقبس. لو أردت أن يطغى اللون الأخضر مثلا تزيد في هذا المقبس. أنا بعد التجارب وضعت هذه 30، ممكن أن تنقص فيها من هنا. وضعت هذه 40 ثم أسجلها. الصورة النهائية تسجل جي باج، يعني صورة بسيطة. ترى أن الرندر يظهر لك بهذه الطريقة. شكرا على متابعتكم، وإلى فيديوهات لاحقة إن شاء الله.